إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، طبيعي إن كتير مننا ينسى يشرب مية، خاصة إننا تقريبا مش بنعطش في الشتاء ولا بنحس بالعطش. لكن لازم ننتبه إن نسيان شرب المية في الشتاء ممكن يعرضنا لمشاكل صحية مش قليلة. أول مضاعفات عدم شرب المية في الشتاء هي زيادة الوزن، لأن شرب المية بكميات كويسة بيقلل من نهمك على الأكل ويقلل من نهمك على السوائل الدافية خصوصا في الشتاء، وأكيد عليها سكر. غير كمان إن قلة شرب المية بيقلل من الحرق، لأن المية ضرورية جدا لعملية هضم الطعام وحرق السعرات الحرارية، فلما يقل شرب المية تتراكم السعرات الحرارية وتتراكم الدهون في الجسم خاصة في منطقة البطن. عدم شرب المية كمان في الشتاء بيعرض كبار السن لمشكلة كبيرة، وهي زيادة لزوجة الدم وقلة السيولة واحتمال حدوث غلطات، لأن المية مهمة جدا لتعزيز تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية. وبرضه عدم شرب المية في كبار السن بيتسبب عندهم في إمساك، خاصة مع قلة الحركة والنشاط البدني، بالأخص طبعا مع تقدم السن. من المشاكل الشائعة في الشتاء هي جفاف الجلد بسبب البرودة الشديدة للجو، لكن الحقيقة أن برضو قلة السوائل وقلة المية في الجسم بتكون مشاركة لحد كبير في جفاف الجلد وتقصف الشعر والأظافر في فصل الشتاء. علشان كده بنأكد على الاهتمام بشرب المية بكمية معقولة في الشتاء، من 8 ل10 أكواب مية على الأقل، وبنأكد إن ما نستبدلش المية دي بالسوائل أو المشروبات الدافية اللي أكيد هتكون عليها سكريات وسعرات حرارية، لكن المية ما فيهاش سعرات حرارية وفوائدها فريدة من نوعها. وكمان لأن بعض المشروبات الدافية بتسبب خروج المية من الجسم مع البول زي الشاي وزي القهوة. خلي دايما إزازة المية قدام عينيك طول اليوم علشان ما تنساش وما تكسلش عن شرب المية، أو عود نفسك مثلا إنك تشرب كوباية مية في مواعيد ثابتة، أول ما تصحى من النوم مثلا، قبل ما تنام على طول، قبل الوجبات، لما تخليها روتين يومي في مواعيد ثابتة مش هتنسى. ودلوقتي كمان بقى في تطبيقات على الهاتف المحمول بتذكرك بشرب المية، خاصة وإن دلوقتي كل واحد مننا ما بيفرقش موبايله أبدا تقريبا. شرب المية زي ما هو مهم في الصيف برضو مهم، ومهم جدا إننا ما ننساهاش في الشتاء. دمتم سالمين. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.